تقول والدتي تملك 500 جرام من الذهب عيار 21 بغرض الادخار، مضى عليه 3 أعوام لم تخرج عليه الزكاة، هل تخرج عليه بسعر الذهب الآن أم لكل سنة منهم بحسبة منفصلة وكم تخرج؟ مع العلم تصرفت ببعضها. هذا تحتاج حسبة، يعني هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة اللي هو ما يعادل 81 أو 83 جرام عيار 24، فإذا كان عيار 21 يكون أقل، وينظر كم سعر الذهب العام الماضي في مثل هذا الوقت، يعرفون عن طريق النت يبين كل شيء، وكم سعر الذهب قبل 2، كم سعر الذهب قبل 3 سنوات، وكم باعت من الذهب، تحتاج حسبة تحسب ويخرج زكاة أموالها إن شاء الله تعالى.